احنا من مصر طبعا ياتي انعقاد ورشه عمل تتعلق باليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف 3/12، وان كنا متاخرين حقيقه ولكن بذلنا كل ما هو نفيس في سبيل ان نثير الاهتمام من جديد بحقوق المعاقين، بتشخيص مشكلاتهم، بايجاد مسؤوليه مجتمعيه في ذواتنا تمارس على ارض الواقع وليس مجرد شعارات ترفع في جامعه القدس المفتوحه وهي صاحبه الحل والعقد بحكم انتشارها اولا وبحكم ان لديها فلسفه خاصه اسمها المسؤوليه المجتمعيه تبنته وورثته لجامعات اخرى، وياتي اهتمامنا بهذا الموضوع من منظور وطني واخلاقي وديني، ونحن نعتبر حالنا جزء من اطراف العلاقه التي تسعى ضمن النظام الاساسي الفلسطيني الى توفير حقوق للمعاقين وايجاد وتائر مناسبه تعزز انسانيتهم وتكتشف قدراتهم وتعطيهم الحق في ممارسه اعمالهم ضمن الوظائف بما يتناسب مع اعاقتهم. اليوم أنا موجودة في جامعة القدس المفتوحة لتكلم عن واقع وما هو مأمول للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل ظروف اللي إحنا بنعيشها. إحنا بنتمنى من جميع المؤسسات من كل ومن الحكومة إنه تقر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تهيئتهم ودمجهم، لأنه هم بشكل خاص هم ناس إذا إحنا أعطيناهم القدرة على الدمج والتفاعل في المجتمع هم بيقدروا يكونوا ناس فاعلين ومبدعين. تأتي هذه الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق التي تصادف 3 ديسمبر، يعني إحنا باعتبار أن الجامعة مسلطة الضوء على القضايا المجتمعية الموجودة في المجتمع، وكما هو معروف تزايد نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني. اليوم جاءت هذه الندوة للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم في المجتمع، وكذلك معرفة مدى أو مستوى التمكين الاقتصادي التي تقدمه المؤسسات لذوي الإعاقة. أيضا هناك جانب مهم نريد أن نلفت النظر إليه، أن هناك إعاقات خفيفة في المجتمع الفلسطيني لا يهتم بها كثير من المؤسسات، لذلك رأينا أن نسلط الضوء على مثل هذه الاحتياجات، ونتمنى على المؤسسات أن يكون كل يوم هو يوم لذوي الهمم وأن يفتح المجتمع أبوابه على مصراعيه لهذه الفئة للمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.